هاي هاي جان كيل ذي سيت اوت اللي شافكم في الخسران ما لازم شاي يسكت حمادة قاعدين في الخسران حمادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في نهار جديد ومبارك. أولا الشكر الخالص لأي شخص كيدعم هذه القناة ودار ثقته في هذه القناة، شكرا جزيلا. كيف كنعرفوا من جرائم الاغتصاب والاختطاف والقتل، يعني والمصيبة هي اللي كتكون من أقرب الناس ليك، يعني من الناس اللي موجودين حولك ولا من العائلة ولا من. واليوم غنشوفوا واحد القصة يعني من أغرب وأفضع جريمة شاهدها التاريخ. إلا ما كنتش داير اشتراك حاول داير اشتراك معنا، ما تنساوناش بلي لايك، حاولوا تخليو لنا تعليقكم راهم تحفزونا، وشكرا لكم جميعا. وشاركوا الفيديو مع اصحابكم على الفيسبوك وعلى الواتساب. هيا نكمل قصتنا. وهو في 19 ابريل من سنة 2008 نقلت للمستشفى الشابة 20 سنة المسماة كريستين. ومن وصلت للمستشفى مع جدها يعني لقاو عندها فشل كلوي خطير يعني كيهدد الحياة ديالها. منين سولوا يعني الشخص اللي معها اللي هو جدها، مال كريستين يعني ما عندهاش ملف طبي، مالها ما عندهاش يعني ثبوت الهوية ديالها، قال لهم بأن البنت ديالي يعني هذا الرابع من الطفل ولا يعني كتخلى عليهم لوالديها. وعطاهم واحد الرسالة مكتوب فيها الله يخليكم معانا كريستين، لأنها ما كتعرف حد وما عمرها عرفت حد، ولا كان شي مشكلة هالأب ديالي هو الشخص الوحيد اللي كتعرف يعني هو معاها. ولكن الأطباء محتاجين يعني عندهم بزاف الأسئلة محتاجين إجابة عليها، يعني سولوا فين راه الأم، خص الأم ديالها أش غيديرو، ماضو دارو إعلان في التلفزيون. ومنين الأم إليزابيث شافت يعني الخبر في التلفزيون طلبت من الأب ديالها، توسلات الأب ديالها ورغبتو باش يديها لعند بنتها. ما لاحظتوش واحد يعني الأب قال يعني بنتهم تخلي على أطفالها عند والديها، ودابا البنت كترغبو، كيفاش البنت كاينة وهي كترغبو؟ باش نفهمو أحداث هاد القصة غادي نسافرو نرجعو بالزمان من سنة 2008 لسنة 1956، حيت تماك تزوج المسمى جوزيف فريتزل 21 سنة بالمسمى روزمالين 17 سنة، وسكنوا مع الوالدين ديال روزمالين إلى حتى تيسرات الأمور ديالو، يعني لحقاش كان درس الهندسة ومساعد تقني، يعني تقني في الهندسة، ركزوا لي على ما تنساوليش هاد النقطة ديال تقني في الهندسة. يعني ملي كيف قلنا ملي تيسرات الأمور ديالو شارك بيت سيدي وأنجب مع روزمالين 7 ديال الأطفال، 2 بنات و5 الأولاد. وكانت المعاملة ديال الزوجة ديالو والأطفال يعني معاملة سيئة، وبالخصوص إليزابيث المزدادة في سنة 1966 كان ما تحملهاش، وإليزابيث يعني بالمعاملة ديالو لها كانت تبغي تجلس وقت كثير في المدرسة أكثر من البيت. إلى حتى جا واحد النهار في سنة 1983 وكتهرب هي وصاحبتها يعني العاصمة ديال النمسا، ولكن بما أنها قاصر عندها 17 سنة يعني عثرت عليها الشرطة وردوها لوالديها. وفي الطريق ملي كانت راجعة مع باها يعني وعدها باش غادي يعاملها معاملة حسنة، معاملة طيبة، ولكن الشيطان عنده بلان آخر. وهو في سنة 1984 قرر باش يحبسها،
اش غيدير الشيطان يعني باش يحبسها؟ حبسها بفكرة شيطانية، هو طلب منها تعاونو في واحد الباب عنده في يعني في لاكاف في القابو، غادي تصاوبها معاه، وخلاها من هي عنده شي منديل فيه شي مخدر، خدرها من يعني وسحبها لواحد القابو سري، يعني لاكاف سري عنده تما كاينه، اللي كان مخطط لبناءه منذ سنة 1978. يعني الشيطان مخطط لهذا البلان من سنة 1978، كان خدا موافقة باش يعني يوسع البيت ويصاوب واحد لاكاف من غير واحد القاب ومن غير القابو السري، وشي برطمات تا هما زادهم يعني باش يكريهم. وجات سيدي اللجنة يعني شافوا التصاميم هي هذيك، وافقوا له على داك الشيء اللي صاوب. ومن بعد ما يعني قلنا دازت اللجنة وخدا الموافقة بأنهم صاوب داك الشيء، كينوط ولد الحرام وكيزيد في لاكاف، يعني كيزيد في القابو، واحد القابو صوبو سري من داك الشيء اللي شافت اللجنة، لا زاد واحد القابو آخر. يعني عندي واحد الكولوار فيه ثلاجة وغسالة وفيه حمام يعني وكوزينة وغرفة نوم، للمساحة ديالو يعني 35 متر كارية، الطول ديالو يعني 1.83 متر. وباش تدخل لهاد القابو السري لهاد لاكاف خاصك دوز على 8 ديال البيبان، من داك جوج بيبان، من داك 8 عفوا، من داك 8 ديال البيبان كاين جوج بيبان مصاوبهم يعني بأقفال إلكترونية، ما كيتفتحوا إلا بأرقام سرية. انا كيف قلت لكم يعني درس الهندسة والتقني يعني، وهذيك هي اللي وهذيك هي بحال داك الشيء كانت خدمته. هذاك الشيء هو علاش دار داك لاكاف، لان كان تيصاوب تصاميم ديال لي ماشين الشركات. ومن بعد غياب البنت يعني الام تقلقات، ناضت خبرات الشرطة ديكلارات بغياب بنتها. اش غيدير الشيطان؟ نظر رغم بنته إليزابيث باش تكتب رسالة كتقول فيها بأنها التحقات بأحد الطوائف الدينية اللي كتحرص على رعايتها، وما تقلقوش عليا فإنني بأيدي آمنة. قبل الشيطان الرسالة وصافر بها واحد 100 ميل يعني ورماها، ومن بعد سنها توصلت للدار وراها الام يعني ها هي البنت فينا هي، ودار رساله للشرطه باش وقفات يعني البحث على اليزابيث. كانت تجي عندها يعني كيهبط عندها تماك كل 3 ايام باش كيجيب لها الماكله وتيغتصبها، وكانت يرغمها حتى على مشاهده افلام اباحيه باش تديرها معاه. يعني ما فهمتش هاد الشيطان كيف جالو هاد الشي للعقل،
المهم نكملوا قصتنا. غير هو للإشارة الشيطان كان في سنة 1967 يعني دخل على واحد السيدة البيت ديالها من بعد ما يعني بدأ يراقبها إلى حتى نعسات ودخل عليها وهددها يعني بموس واغتصبها في الفراش في النعس ولدها الصغير حداها وتحكم يعني بعام ونص. ولكن المرأة ديالو بقات يعني كتمشي عندو للحبس وسكتات على الجريمة ما قالتها لحد يعني هاد. ولكن كاين واحد القانون في النمسا وهو يعني بعد 15 سنة في جرائم الاغتصاب من بعد 15 سنة كتمسح لك الجريمة ديالك يعني الملف ديالك تيولي نقي. وهذه النقطة اللي ما خلاتش البوليس من غابت إليزابيث ما خلاتش البوليس يعني باش يشكوا في الأب ديالها. أما كان مازال داك يعني مازال داك الجريمة متبوتة عليه ديال الاغتصاب 67 كان غيجري معاه بحث ولا شي حاجة. ولكن هذه القضية اللي ما خلاتش الشرطة باش يشكوا في الأب ديالها. يعني من بعد 3 سنين حبس واغتصاب كتعرض الابنة اليزابيث للحمل. اش غايدير ملي قربت الولادة ديالها كيجيب لها جوج منادل ومقص ومنشفة وكتاب باش تعرف كيفاش يعني كيفيات الولادة. وكان بالضبط في سنة 1988 حيث ترزقات بالطفلة الأولى كيرستن هذه اللي قلنا هي اللي تنقلات للمستشفى بعد ما كان عمرها 20 سنة. هي هذيك خلقة في 1988 يعني والسنة اللي تمشت فيها المستشفى هي 2008. وزاد اغتصاب الأب إلا وكتعرض لحمل آخر وكترزق بطفل ثاني اللي هو ستيفان سنة 1990. وسنة 1992 حملات عاوتاني وتزاد لها البنية الثالثة ولا الطفلة الثالثة ليزا. وكان عندها عيب في القلب ديالها ويعني كان ضروري من عملية. اش غايدير الشيطان؟ هزها وحطها باب الدار مع رسالة مكتوب فيها: والدي العزيزان، أرجو أن تعتني بابنتي فإنني أرضعتها 6 أشهر. ويعني يا خداوها يا ربي وها والديها وتجرات لها العملية وعاشت مع جدايا الفوق. ولكن لتحت إليزابيث ضاق عليها يعني لكاف ضاق عليها القلب ومع جوج دراري ورغبات الأب ديالها باش يقوم بتوسيع خلاها حفرات بيديها يعني زادوا غرفة أخرى إلى توسع القبو من 35 متر كارية إلى 55 متر كارية. يعني كانت 35 زادت 20 أخرى هو البيت الثالث. وفي سنة 1994 كترزق بالطفلة الرابعة مونيكا حتى هي طلع على الفوق مع رسالة مكتوبة. يعني كيطلعهم تينزل لهم باب الدار وتيخوي السيكتور كتكون يعني مع الطفل رسالة من عند الوالدة ديالها مكتوب فيها: أنا حقا آسفة لأنني عدت إليكم مجددا، أتمنى أن تكون ليزا بخير، لابد أنها كبرت. مونيكا في عمرها دابا 9 شهور ونص، راني رضعتها حتى 7 شهور ونص ودابا راها كتاكل كل شيء. هنا الأب كيسجل مونيكا كحضانة ماشي كتبني، لأنه اكتشف كاين واحد القانون في النمسا إلا كانت حضانة الأطفال يعني كتاخد عليهم 400 أورو للطفل، أما إلا كان تبني يعني ما كيدفع عليهم والو. فلهذا اللي جعلو الطفلة الأولى كان دارها تبني وخلى الطفلة الثانية كحضانة باش ياخد داك 400 أورو في الشهر عليه. وفي سنة 1996 كترزق إليزابيث بطفلين اللي هما ألكسندر ومايكل. لكن مايكل كان عنده مشاكل في التنفس، من بعد 3 أيام توفى مسكين. اش غيدير الشيطان؟ ناض حرقو ورمى الرماد ديالو في الجردة الفوق. اما ألكسندر
نفس القضيه اللي دار مع ليزا ومونيكا، يعني حطوا باب الدار مع رساله، وراكم عارفين شنو جا في الرساله. في سنه 2002 كيتزاد الطفل السابع فيليكس، اللي خلاه لتحت هو امه وخوتو، يعني ما طلعوش الفوق، خلاه مع امه وجوج لتحت. الثلاثة الاخرين الكسندر ومونيكا وليزا يعني عاشوا الفوق واندمجوا مع الحياة. اما فيليكس وستيفان وكريستن كانت عيشتهم يعني مأساوية، يعني في واحد المسكن لا يطاق، كيف يعقل يعني قبو ما كتدخلو لا شمس ولا ريح ولا هواء لا بيبان لا سراجم، يعني عايش ميت وانت حي يعني، والحمام يعني مفتوح في الدار، ريحة الأكل ريحتهم هما، وكيتخلطوا داك الشيء إلى حتى بدات يسبب للأطفال في أمراض، يعني كيسبب لهم في أمراض كثيرة، ويعني حتى الارتفاع ديال القبو. ستيفان كان طويل شوية، سبب له ما كانش يقد يوقف في الوقوف، سبب له مشاكل في العمود الفقري ديالو، وكانت مأساة حيت كان عندهم تلفزيون، يعني كيشوفوا الحياة برا كيف دايرة، كيسمعوا على خوتهم كيف عايشين الفوق هما، يعني مأساة مأساة والله، ما تقدروش تصوروا هاد الشيء، ولا كيف العقل يتصور هاد الشيء، بنادم يعني عايش هو مدفون محبوس ما تخرج ما تدخل. ورغم هاد المعاناة يعني ديال إليزابيث مع الأولاد ديالها، يعني ربتهم تربية حسنة، علمتهم القراءة الكتابة الرياضيات، يعني بحرهم كيمشيو للمدرسة. والشيطان كان حريص على بما يتكشفش السر ديالو، يعني تمني كان تيهبط اللقب ولا القبو كان تيوصل الزوجه ديالو باش ممنوع تهبط عنده ولا يهبط عنده شي حد، لانه تيكون مشغول مع كيف قلنا تصاميم الاليات، يعني لي ماشين اللي خصو يعطي التصاميم للزبائن ديالو ولا شوف شغالو كيف داير. وحتى الصخره اللي كيف كنقولوا ولا الحاجيات المتطلبات اللي كانت كتطلب في القبو كان تيهبطهم بالليل، يعني ما تيشوف واحد تا الليل عاد تيهبط داك الصخيره من اكل من نشوف شنو غادي يهبط ليهم، وكان تيهددهم بالليل لا ولادو ولا اليزابيث، يعني اللي قرب من الباب راه غادي يضربوا الضو، يعني كان خلعهم ما كاينش اللي تيقرب من الباب ولا يوصل تما كاينه. وهاد اللاكاف اللي زاد ولا هاد القبو اللي زاد، يعني النص ديالو كان تحت الحديقه تحت الجرده، والنص تحت داك الشقاق اللي كاري، وكانوا الجيران يعني مره تيسمعوا الصداع لتحت، تيقول لهم الا هذاك الشيء فهمتي، يعني غير ديال كيف كنقولوا جهاز تدفئه، يعني خدام بالغاز هو اللي تيعطي داك الصداع. وكان ملي كيوصلوا بحال هكا كان تيقطع الماكله وتيقطع الضوء على بنته والدراري الصغار كعقاب ليهم، يعني سكت سكت عليا ما كاينش الهضره. الى حتى لسنه 2008 كيف قلت بدايه القصه، وهو منين يعني تنقلات يعني البنت كريستين للمستشفى، وداروا الاطباء داك الاعلان، واليزابيث شافته في التلفازه ورغبات الاب ديالها باش يديها لعند بنتها يعني المستشفى. اش غيدير الشيطان؟ وافق على طلب بنته وطلع يعني بنته الاولاد الفوق لعند مراته، وقال لها ها اليزابيث رجعات حيت شافت الاعلان في التلفزيون، دابا راه رجعات من داك الطائفه الدينيه اللي كانت فيها، ودابا هاد الدراري معاك انا غنديها للمستشفى. منين وصلوا للمستشفى جات الشرطه، يعني وطلبوا توضيح من اليزابيث فين كانت هاد المده، ولا علاش كانت تتخلى على الاطفال ديالها لوالديها. انا فين قالت لهم ما نتكلم الا حتى توعدوني بالاب ديالي ما يقربش ليا وما نشوفوش، وعدوها بهذا الشيء
وانا قلت لهم بانني ما كنتش متخلية على الاطفال ديالي، ولكن كنت محبوسة من طرف ابي 24 سنة. ثم تلقى القبض على جوزيف فريتزل اللي كان في عمره 73 سنة، وانتهت يعني المعاناة ديال إليزابيث اللي كان العمر ديالها 42 سنة، يعني 24 سنة شيزن واغتصاب. يعني قصة اخوتي من هاد النوع، ما كيف يعقل باش الشيطان ويعني عندهم الحرية التامة، يعني شادي كانت تخليها محبوسة وتمشي لعطلة لتايلاند دير لي مساج مع راساتو تبرع لي تماك. ولكن اللي ما فهمتش هو علاش دار في هاد البنت هاد الشيء، يعني هاد ما كتحملهاش غير وصلك لهاد الشيء ومخطط لها، يعني صاوب لها السجن ديالها وسجنها وسجن حتى داك الاولاد معاها. كيف قلنا تلقى القبض على الاب الشيطان، كانت صدمة للزوجة ديالو يعني ولا البلدة ديالو، كانت صدمة للعالم كامل. يعني كيف قلنا كانت صدمة للعالم كامل. ولما تلقى يعني تحقيق صوب تحقيق الدي ان اي، تعرف بان جوزيف فريتزل هو الاب الحقيقي للاطفال اليزابيث. في الاول حاول ينكر يعني بواحد الطريقة، قال لهم بأن هذا كان اتفاق بيني وبين بنتي، ولكن شكون اللي غادي يصدق هاد المهزلة هادي؟ كيف إنسان غيتفق باش تغتصب وتسجن 24 سنة ويولد 7 الأطفال؟ يعني ما كذبة لا تصدق. وحتى يعني يوم المحاكمة ما قدرش يبين وجهه، بقى مخبى على وجهه بواحد الملف. تصدر الحكم في حقه بسنة على حساب زينة المحارم، وخمسة سنوات بتهمة الإكراه، وعشرة سنوات للحرمان من الحرية، وخمسطاش سنة ديال تهمة الاغتصاب، وعشرين سنة تهمة الاستعباد، والمؤبد بتهمة القتل عن طريق الإهمال على حساب الطفل المريض. أما إليزابيث وولادها يعني داهم لواحد مركز لإعادة الاندماج، ومن بعد داوهم لواحد القرية يعني غير معروفة، وتبدلوا الأسامي ديالهم كاملين، تعطوا لهم أسامي أخرين، وراهم عايشين في واحد يعني في واحد القرية المسمى قرية إكس، ما معروفينش شكون هما. حتى لهنا صارت قصتي إخواني أخواتي، شكرا جزيلا. وحتى الفلوق ولا الموضوع الجاي، السلام عليكم.